هذه الجمعيه ديال جوج خوت كانوا اتصلوا بي على هذا المهرجان ذكرى ديال المرحوم السي محمد بسطاوي، وبحكم الصداقه ديالي الكبيره اللي كانت مع السي محمد بسطاوي ما ترددتش وانا حاضر معهم في هذا المهرجان. ان شاء الله هاد الثلاث ايام نتمنى يدوز كل شيء بخير وعلى خير، والسيدي محمد افتقدناه في الساحه الفنيه ويستاهل يكون بالاسم ديالو هذا المهرجان، وكنا نتمنينا ان يتكرم في الحياه ديالو ماشي حتى هذا هو للاسف اللي كان عانيو فيه في المغرب، ان كنهمشوا الفنانين ديالنا والرواد وحتى كيموتوا عاد كنوضوا كنبقاو، ولكن هذا هو حال الفن عندنا في المغرب ما عندنا ما نديرو. بالنسبه للجديد ديالي انا درك عندي نزلت يلا هذا الاسبوع نزل كليب فيديو ديال اغنيه بلادي. هذه اغنيه كان يعني ماشي درتها بواحد المناسبه مثل عيد المسيره او عيد العرش، نو هذه بلادي اغنيه على المغرب. المغرب جمعت فيها كلش، مغرب التعايش التسامح الامن والامان السين والسلام الصحراء سيدنا ولاد البلاد اللي كيهزوا الرايه على خارج الوطن، يعني اغنيه مشموله المغرب جنة الكون. هي الفكرة جت بحكم كنت تكرمت وكنت ضيف شرف ومثلت الفن المغربي في واحد الملتقى دولي ديال التنمية والتعايش بين العربي والإفريقي، وحصل لي الشرف أن كنت حاضر. وجات الفكرة أن وجدت هذه الأغنية باش نقدمها في هذا الملتقى الدولي ديال القاهرة، والحمد لله كانت ناجحة، وحتى إخواننا العرب لا المصريين ولا اللبنانيين ولا السوريين عجبتهم الأغنية، وحتى الكليب في المستوى الكبير الحمد لله. كاين شي جديد من غير هادشي؟ والجديد هو درت جمعية رشد للفن والطرب، معايا مجموعه من اساتذه في الاعلام وفي الفن اللي غادي يكونوا اللي معايا في هذا الجمعيه، وان شاء الله نديروا شي حاجه في المستوى بهذا الجمعيه ان شاء الله. نحن في الانتظار وان شاء الله ونعرضوا عليكم تكونوا معنا حتى نتوما ان شاء الله. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.